الفيديو هذا هنتكلم عن الترجمة. الترجمة في التقنية مهم بنفس الأهمية في المجالات الأخرى. طيب، الركيزة الأساسية للترجمة هي كل يعرفها أن الترجمة هي إيجاد الحروف S بالإنجليزية C بالعربي. تمام؟ هو نفس الصوت الحرف، هو نفس الحرف ولكن اختلاف الكتابة واختلاف اللغة. وهذه ترجمة بسيطة الكل يعرفها. جوجل ترانزليشن يساعدنا برضو ان احنا نعرف قرا بالانجليزي ايش هي بالفرنسي، وهذا الشيء كله يجي في المجال اللغوي البحث، ولكن في المجال الفهمي الوضع يختلف. لو وجدنا مثلا كتاب يتكلم عن ماده تقنيه واعطيناها المختص في اللغه هيعجز هو يفهمها او يترجمها من لغه للغه، لانه وان كان يعرف المصطلحات ولكن ما هيعرف يصيغ الفهم السليم. تمام؟ طيب، هل الترجمه تقتصر على العمل الادبي فقط؟ الجواب إن كان في بعض المجالات الأدبية صحيح، ولكن في المجالات المهنية غير صحيح. في المجالات الفنية الترجمة تعني ليس فقط العمل اللغوي الأدبي، ولكن هو الفهم للمنتج، فهم كامل وواعي وإعادة بناءه ل يعني لغة أخرى أو يعني مجتمع من العملاء مختلفين في احتياجاتهم وآخر. أبسط مثال للترجمة العادية اللي نعرفها هي ترجمة الكتاب أو القصة من كتاب لكتاب آدم أو شاعر. الترجمة اللي بدنا نشوفها في المجال يعني الفني فهي زي أنت لما تشوف السيارة بنفس النوع سيدان مثلا، لكن من شركة لشركة من بلد لبلد تختلف في التفاصيل لكنها تتفق في المنهج. تمام؟ نفس الشيء في التطبيقات، تحصل مثلا تطبيق خلينا نقول اليوتيوب الفيديو هتحصل فيه تطبيق ثاني اسمه فيه كويس. الان الاسباب اللي تخليك ليش تترجم تعتمد على يعني التحديات اللي تواجهها انت كشركه او كمطور. تمام؟ ولكن الترجمه هي موجوده في كل المجالات وبالتالي موجوده في المجال التقني. الترجمه من اصعب ال يعني المشاريع او الامكانيات، لانها تتطلب حاجتين، تتطلب معرفه ودرايه عن التقنيه بشكل عميق مش قصه ما يساعد، لازم معرفه عميقه واحد، اثنين معرفه الاهداف او المتطلبات للمشروع بشكل برضو عميق ودقيق.